نروح بقى مع حضراتكم لملف مختلف. هنروح للبرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر اللي عقد مؤتمر صحفي بالامس وقال واكد من خلاله ان كاس العالم يعتبر اولويه بالنسبه للمنتخب، واكد على انه هيبذل كل جهده لتحقيق الفوز والانتصارات في كل المباريات القادمه. كمان قال اول من يستحقون تهنئتي بالتاهل هم اللاعبون، ولقد اكدت بعد مباراه ليبيا الاولى انها مجرد بدايه والتحدي الرئيسي هو كيف سنصل لمباراتي التاهل. طيب يعني ده الى جانب مجموعه كبيره من التفاصيل اللي اتكلم فيها كيروش، تعالوا نتعرف عليها من خلال هذا التقرير ونرجع مره ثانيه نكمل كلامنا. اتفضل. Okay, gentlemen, good afternoon, welcome. This conference, press conference. After the job that we did in this first stage, finally we reached our first goal. بعد الشغل اللي عملناه في مرحلة المجموعات دي قدرنا نوصل للهدف بتاعنا. We very very happy for that and we want to come, I want to congratulate. سعيد جدا لده. First of all special the players. عايز أبارك لكل الناس بس بالأخص أولا لعيبتي. For the full dedication and commitment. لالتزامهم. They gave to the national team during this period. والروح اللي أظهروها للمنتخب الوطني في مبارياتهم. And all of them. Since the first day, they've been doing fantastic. كلهم بداية من أول يوم كانوا رائعين. So this is a gift that all of them, since the friendly game against Lebanon until now, to all of them that participate during camps, they deserve. وهم هو ده اللي هم أظهروا لينا خلال المعسكرات بداية من أول مباراة ضد ليبيا، هم استحقوا. They deserve the compliments and the pride of Egyptian fans. استحقوا فخر ومباركة كل المصريين ومشجعين. But as I said after the game, this is just the beginning. زي ما قلت بعد المباراة دي مجرد بداية. This is not about how we start. This is about how we finish in March. الموضوع مش بيعتمد على إحنا هنبتدي إزاي، الموضوع بيعتمد على إحنا هننهي إزاي في مارس. And there is one conclusion that is very clear after this games that we got. The qualification. وفي تحليل نهائي بعد كل ده اللي هو ان انت او النتيجه النهائيه ان انت قدرت توصل للتصفيات. When we arrived was 2 points behind the first team in the group. لما كنت انت مثلا خلف الفريق المصدر المجموعه بنقطتين. Now we still have 90 minutes to play this qualification. We are already qualified. لسه عندك، لكن دلوقتي انت لسه عندك 90 دقيقه تلعبهم وانت اصلا متاهل يعني. And I can say that in my opinion, my view. وأقدر أقول من خلال وجهة نظري أو من رأيي. It's very simple. There is a lot of work to do. بكل بساطة في شغل كتير لسه عايزين نعمله. I know Egypt. As myself, I have a dream to be in Qatar. مصر وأنا شخصياً عندي حلم إن إحنا الاثنين عندنا حلم إن إحنا نكون موجودين في قطر. And I do believe that for Egypt football, this should be the number one target, number one priority. وأعتقد بالنسبة لكرة القدم المصرية المفروض دي تكون الأهمية الأولى. And we only have one World Cup every 4 years. وكأس العالم هي بطولة واحدة كل 4 سنين. World Cup, it is the queen of all competitions. كأس العالم هو يعتبر ملك كل البطولات. It is the pride of nations playing in just one competition. فخر كل المنتخبات إنها فخر كل المنتخبات إنها تلعب في أي في البطولة دي. أي منتخب. Egypt cannot lose this opportunity to be very well prepared in March. ومصر ما ينفعش تضيع الفرصة دي إنها تكون جاهزة جدا في مارس وتقدر توصل للبطولة دي. طيب رائع جدا.